السلام عليكم. بالنسبة للمشكل ديال اليوم، ملي كتكون خدام عندنا البومبا وكتقطع، كتطلع لنا ديفو د بومب، كتخدم ربع ساعة، إلا طولت كاع 20 دقيقة كتطلع لنا ديفو د بومب، كتعاود عاوتاني تخدم، كتبقى بحال هكا. تقدري تخرجي لنا على البومبا؟ المشكل اللي كاين هو أنه كتجي هنا للرولي ديرمي، كنجيو للبومبا. أول حاجة هي هادي، كنشوف الامبيراج ديالها بالنسبة لهاد البومبة، دايرة 220 فولت. كنجيو للامبيراج، كنلقاو هنا 9، 9/7. ولا جينا للرولي ديرميك ديالنا، شحال كنلقاو؟ كنلقاو 5، يعني ما كتعطيش البومبة داكشي اللي بغات. نوريكم الطريقة باش تحل هاد المشكل هذا. وبالنسبة حتى للبومبة ديال الفلتراسيون، الرولي ديرميك هو هذا. غادي نجيو دابا نوريكم الطريقه كيفاش نزيد ليه لومبيراج. قلنا البومبا عندنا فيها 9 في لومبيراج، غادي نجي انا نعطيها فيها 6، نعطيها 6/7. كما كتشوفو بهاد الطريقة، دابا من حتى لاخر الفيديو تشوفو البومبا، شوفوا دابا النتيجه كي دايره، واش ما بقاتش تسكت ولا غتسكت. بالنسبه للمشكل اللي كان هنا ديال لي بومب، راه ما بقاش، هما دابا راه خدامين، لا ديال الفلتراسيون ديال البيسين لا ديال الكاسكاد. كما كتلاحظوا معنا المشكل اللي كان هنا، راه كان هنا في الريكلاج ديال لومبيراج. الدور ديال لي رولي ديرميك مهم بزاف، هو اللي كيحمي لك المحرك. كاين بعض الناس كنمشي عندهم انا تلقى الكونتاكتور البومبا، الكونتاكتور عادي البومبا ديري، ما كاينش الرولي ديرمي على هكا. دابا حنا هذا الكونتاكتور دايرينو غير حسب بروجيكتورات، الرولي ديرمي هما اللي كيحافظو ليك على الموتور. ملي كتجي كتسولهم كتقول لي اودي الموتور، تيقول لك اودي انا الموتور ما كنخدموش بزاف، وكنبدل البومبا جوج مرات في العام ولا مره في العام. هادشي علاش كنصح الناس ديما الرولي ديرمي يكون عندك في البومبا، لا ديال الفيل، لا ديال الكاسكاد، لا ديال الفونتين، باش تحافظ على المحرك ديالك، ما بقاش عندك داك المشكل ديال كل عام تبدل